الأمم المتحدة في الميدان، برنامج من إنتاج تلفزيون الأمم المتحدة. تي سافان حي من أحياء كارفور فاي في هايتي، وهو يخضع لبعض التغيرات الرئيسية. إنه يزداد اخضراراً، فمنذ بضعة أشهر أصبحت إطارات سيارات المعاد تدويرها مشهداً مألوفاً على أسطح المنازل وفي الحدائق المنزلية تنمو فيها جميع أنواع الخضر والتوابل. إنها جزء من مشروع يسمى الزراعة الحضرية، والهدف هو محاربة انعدام الأمن الغذائي. إرنيس يابوس الأم العزباء هي واحدة من المستفيدين. أحياناً أستيقظ في الصباح ولدي خبز، ويمكن أن أصنع الحساء للأطفال، ولكن يجب أن أشتري الخضار. الآن أستطيع الحصول عليها من الحديقة، وهذا يساعدني كثيراً ويحسن الظروف المعيشية للأطفال وجميع أفراد الأسرة. في أيلول سبتمبر 2012، بدعم من الشركاء المحليين، بدأت أوكسفام بإنشاء مشتل هنا، وهي منظمة غير ربحية تساعد بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في عدة مشاريع. بليك تشارلز مسؤول الإعلام والاتصالات في منظمة أوكسفام. شاهدنا نجاحاً في بلدان أخرى استخدمت الزراعة الحضرية لمكافحة انعدام الأمن الغذائي. من جهة نحن نساعد في تحسين انعدام الأمن الغذائي للأسر، ومن جهة أخرى نساعد السكان على المشاركة في حماية البيئة. حوالي 100 شخص من بينهم إرنيسيا يحصلون على البذور والشتلات والأدوات الزراعية، فضلاً عن التدريب لزراعة النباتات في إطارات السيارات. وخلال العام الماضي اشترت أوكسفام ما يقرب من 6000 إطار وأكثر من 60000 شتلة، وهذا جزء من جهد تعاوني مع العديد من وكالات الأمم المتحدة لتحسين الإمدادات الغذائية في البلاد. وصلت الأعشاب وعشرة أنواع مختلفة من الخضروات مثل البندورة والشمندر والجزر والباذنجان تزرع في الحدائق الحضرية، وبات الكثيرون يعتمدون عليها كغذاء بديل لتعزيز الأمن الغذائي وتحسين سبل العيش. أستطيع من ما ينمو في حديقتي أن أكسب لقمة العيش أيضاً. أنا مجرد مستهلك الآن، ولكنني أريد أيضاً أن أبيعها. أود أن أرى حديقتي تنمو قريباً وتوفر للعائلة لا الغذاء فقط، بل والدخل أيضاً. إن إرنيسيا تعيش مع 5 أطفال وليس لديها دخل كبير، لذلك فإنها تعتبر الزراعة الحضرية نعمة كبيرة. ورغم أنها ستحصل على البذور والإطارات من المشروع مجاناً لمدة 2 عامين، قالت إنها تعد نفسها للخطوة التالية، أي أن تزرع حديقة خلف منزلها وتتعلم كيف تديرها. أعدت ساندرا ميلر هذا التقرير للأمم المتحدة.